السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده كاسيت سانيو. كاسيت سانيو عبارة عن راديو متعدد الموجات FM و AM و SW وشريط كاسيت. الجهاز مزود بسماعة داخلية اللي هي السابوفر. الجهاز ده الموديل بتاعه M شرطة X 960 كي، صنع في اليابان. وزن الجهاز 9.5 كيلو متوسط. عرض الجهاز 60 سنتي في ارتفاع 38 في عمق 20، صنع في اليابان. ونشوفه مع بعض. This boom box is سانيو راديو مالتي باند FM and AM and SW and tape with internal subwoofer model M-X 960K made in Japan. ابتدت فترات الاعداد متاخر، ما كانش لسه الانديه استقرت على مديرين فنيين، الانتقالات ما كانتش بشكل يومي. 38 على التوالي تواصل اسرائيل عدوانها العسكري على قطاع غزه برا وبحرا وجوا. عبد الرحمن الابنودي. ايوه مظبوط. الحب ما عرفتوش حب، فضول، رخامه، غلاسه. تكون قضية في كافة المواقع كافة إلى ركلة مرمى لصالح نادي أسوان. أخلصها مرة واحدة وبس. أول ماتش عشان حاجة تبقى عارف يا أستاذ إبراهيم، إحنا بنكسب بصوت الجمهور، ما تقوليش ومن غيرهم مش هنكسب. لازم الكابتن معتمد يكون ليه كلمة على اللعيبة عشان يقدر يسيطر عليهم، وده اللي هيبان في المباراة إنه يستحق استمرار ولا لأ. يعني محمود قصده إن إحنا نستنى ونشوف الكابتن معتمد الماتشات اللي جاية. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله يبقى يعجبكم. ده كاسيت سانيو عباره عن راديو متعدد الموجات FM وAM وSW وكمان شريط كاسيت مزود بساب ووفر. الموديل دوت بالموديل بتاع الجهاز M شرطة X 960 كي. زي ما قلنا وزن الجهاز متوسط 9.5 كيلو. عرض الجهاز 60 سنتي في ارتفاع 38 في عمق 20، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو نور اعجب حضراتكم، واتقابل في فيديو جديد. شكرا.